الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كي نكون عمليين أكثر. لابد على الجميع أن يعرف وأن يعي لماذا هؤلاء الطلبة هنا. بعد جلسة من الحوارات، الجلسة الأولى كانت مع السلطة المحلية المتمثلة في الباشا، والجلسة الثانية كانت مع السيد الرئيس، والجلسة الثالثة كانت مع الرئيس أيضا. مع الرئيس أيضا قدمنا الملف وهو تخفيض السعيرة ديال الكار من 100 درهم ل 50 درهم، وكما قالوا أن هذا الطلب طلب مشروع وطلب لازم يتنفذ لأنه على أسس كثيرة. أولا طلبة زيو 25 كيلومتر وكان 10,000 فرانك، أما طلبة العلوية 10 كيلومتر وكان 10,000 فرانك. وأيضا كما كان متوقعا مع رئيس الجمعية كان هناك حوار من أجل تسوية الحسابات. تبين لنا للجنة التي طائرت عن ذلك خروقات كبيرة في الحسابات، فلوس كاينين ولكن فين مشاو الله أعلم. جماهير الإطار كما كان متوقعا، الحلقية التي خرجت من الجامعة الحرم الجامعي بوقفة لدى البلدية، وأيضا تقديم ملف مطلوبية يحتوي على تصعيد الأشكال النضالية بدل من الكار. حنا علاش بغينا الطوبيس؟ بغينا الطوبيس لأن الناس والطلبة تيعانيوا بهذا المفهوم، أما الرئيس والنائب ديالو راهم ناعسين راهم عايشين وحنايا ناعسين؟ لا ولا والله ما ناعسين، حنايا كنتمشاو كنخلصوا 10,000 فرانك وواحد ما عادو حتى ضروف الجيب. لهذا جماهير الإطار خص لينا نفتحوا مقترحات للطلبة يهضروا ويقولوا ما العمل، لأننا غادي في واحد الوتيرة مزيانة، وإن شاء الله كما قلنا إذ لم يتحقق مطلبنا سنعيد الكفة مرة أخرى ولما لا بأشكال نضالية أخرى وأسمع.